بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد اخواني الطلاب اخواتي الطالبات حياكم الله تعالى وبياكم في هذا الدرس المبارك باذن الله تعالى ومع اصول روايه ورش عن نافع المدني رحمهم الله جميعا ولا زل مع الاصل المتعلق باحكام احكام اللامات لورش وبإذن الله تعالى نستكمل ما يتعلق بهذا الأصل لورش رحمه الله تعالى قبل أن ندخل في صلب هذا الدرس كما تعلمون لا بد أن نقف على الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى التي نرجو بإذن الله تعالى تحقيقها من خلال هذا الدرس فنأتي وإياكم إلى هذه الأهداف التي بإذن الله تعالى نريد أن تحقق من خلال هذا الدرس أول هدف نسمو إليه جميعا هو أن يزداد المتلقي معرفة بمذهب ورش في اللامات. فسبق درس قبل هذا وهذا الدرس يعطي المتلقي قوة وزيادة في معرفة هذا الأصل لورش وما يتبعه من مسائل متعلقة بهذا الأصل عند ورش رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من الأهداف التي نرجو بإذن الله تعالى تحقيقها أن يتدرب المتلقي على هذا الأصل. يعني مع التطبيقات ومع قراءة الآيات ومراعاة هذا الأصل يكون عند المتلقي تمكن بإذن الله تعالى من هذا الأصل لورش رحمه الله تعالى، أيضا من الأهداف التي نسمو إليها وهو هدف جدا مهم وهو أن نستمع إلى الأداء الصحيح لأصل ورش سواء هذا الأصل الذي معنا في اللامات أو ما سبقه من أصول. قد اخذناها بحمد الله تعالى. اذا هذه هي الاهداف التي نرجو الله جل وعلا ان تكون متحققه من خلال هذا الدرس، فنبدا على بركه الله جل وعلا مع هذا الدرس ومع هذا السؤال المطروح المتعلق بمذهب ورش في اللامات، متى يكون لورش الخلف في اللام تغليظا وترقيقا؟ مر معنا ان ورش يقرا اللام بالتغليظ إذا كانت اللام مفتوحة وقبلها حرف الصاد أو حرف الطاء أو حرف الظاء هذا ما يتعلق بالتغليظ قولا واحدة لكن هناك مذهب لورش آخر وهو أن له في اللام التغليظ والترقيق في بعض الحالات نأتي على هذه الحالات التي لورش فيها الخلف وله فيها الوجهان فله الخلف رحمه الله تعالى في حالات ثلاث للام. الحاله الاولى التي يقرا ورش فيها اللام بالترقيق مره وبالتغليظ مره اخرى هي حاله اذا فصل بين بين هذه اللام وبين الحروف الثلاثه التي هي الصاد والطاء والظاء الف فاذا وجد الف بين الصاد او الطاء او الظاء وبين اللام فان ورشا يقرا هذه اللام بالتغليظ ويقراها ايضا بالترقيق، مثل مثلا مثال ذلك معنا على الشاشه في قوله تعالى فطال عليهم الامد. فيقراها بالترقيق فطال كما يقراها حفص وسائر القراء ويقرا ايضا بالتغليظ فطال فطال عليهم الامد، اذا هذا <applause> هذه اللام في هذه الكلمة يقرأ فيها ورش بوجهين يقرأ بالتغليظ ويقرأ بالترقيق لماذا؟ لوجود الف تفصل بين اللام وبين وبين حرف الطاء في اول مثال، المثال الثاني كذلك وجد الف تفصل الصاد عن اللام في قوله جل وعلا: فإن أرادا فصالا فيقرأ فصالا بالترقيق ويقرأ فصالاً بالتغليظ. كذلك أيضا في المثال الثالث أي الصالحة كذلك وهذه هي المواضع الثلاثة التي جاءت جاء, جاء, جاء جاءت الألف تفصل بين هذه الحروف وبين وبين اللام. ففي هذه الحالة فإن ورشا له فيها الخلف بمعنى له فيها القراءة بالتغليظ وله فيها القراءة بالترقيق. هذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي لورش فيها الخلف بمعنى له أن يقرأ اللام بالتغليظ ويقرأها بالترقيق هي إذا كانت اللام متطرفة يعني في آخر الكلمة ووقف عليها لا بد أن تكون متطرفة ووقف عليها عند قراءة أما إذا وصل فإن القول فيها قولا واحدا إذا. هذا المثال معنا في قول الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في سورة البقرة وفي الرعد فيقرأ أن يوصل بالترقيق ويقرأ بالتغليق وأن يوصل هكذا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل هكذا كذلك أيضا المثال الآخر في قول الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، لاحظ معي في قوله فصل اذا وقف عليها فلما فصل فلما فصل اما اذا وصل فيقراها بالتغليظ فلما فصل فلما فصل هكذا بالترقيق او فصل اذا وقف اما في حال الوصل فانه يقرا فيها بالتغليظ. كذلك في قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اذا وقف على كلمة فصل فله فيها الوجهان التغليظ والتنقيق وقد فصل وقد فصل، فصل فصل بالتنقيق فصل بالتغليظ. اذا هذه هي الحالة الثانية، ولاحظ معي قول الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي طال خُلف مع فصالا وعندما أشار الشاطبي هنا في هذا البيت أو في هذا الشطر إلى الخلف عند ورش إذا, إذا كان هناك ألف تفصل الحروف عن اللام فقال بالتمثيل وفي طالة أي كلمة طالة كفي قول الله تعالى فطال عليهم الأمد كذلك مع فصالا مع كلمة فصالا وعندما يسكن وقفا أشار إلى الحالة الثانية في هذا الشطر بقوله وعندما يسكن لأن إذا وقف على الكلمة فإنه يقف عليها بالسكون قال وعندما يسكن وقفا والمفخم فضل يعني إشارة إلى أن التفخيم هو المقدم التفخيم عند ورش هو المقدم في هذه الحالة لكن له الوجهان ولكن المقدم في الأداء عنده هو التغليظ أو التفخيم سواء قال التفخيم أو قال التغليظ المراد هو هو أنه يفضل ويقدم في الأداء تغليظ اللام في هذه الحالة على ترقيقها إذا هذا ما يتعلق بهذه الحالة الثانية والتي لورش فيها الوجهان له فيها التغليظ لللام وله فيها الترقيق ننتقل يا أحبة إلى أيضا الحالة الثانية التي لورش فيها الوجهين ما هم الوجهان التغليظ لللام أو الترقيق ناتي على هذه الحالة معنا في الحالة الثانية الثالثة عفوا إذا وقعت اللام بعد الصاد بعد حرف الصاد فقط إذا وقعت اللام بعد حرف الصاد وبعد بعدها ألف بعد هذه الصاد ألف منقلبة عن ياء منقلبة يشترط أن تكون هذه الألف منقلبة عن ياء وذلك على قسمين لاحظ معي يكون على قسمين القسم الأول ان تكون راس ايه ان تكون هذه الكلمه التي فيها اللام راس ايه كما في مواضع الثلاثه التي امامنا في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى في القيامه وفي قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى في الاعلى وقوله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى نقرا هذه الايات بروايه ورش بالوجهين فنقرا الايه الاولى فلا صدق ولا صلى هذا ايش؟ بالترقيق فلا صدق ولا صلى هكذا ايش؟ بالتغليظ كذلك وذكر اسم ربه فصلى هذا ترقيق وذكر اسم ربه فصلى بالتغليظ كذلك في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى إذا هذه هي الحالة أو هذا القسم الأول من الحالة الثالثة التي لوجه فيها الوجه الوجهان له فيها تغليظ اللام وله فيها ترقيق اللام نأتي للقسم الثاني ما لم يكن رأس آية أو ما, ما ليس برأس آية ونعرف أن معنى قول رأس آية يعني في اخر الايه لان كل كل ايه مرقومه يعتبر راس ايه، مثال حتى يتضح لنا المقال في قوله تعالى صلى راس ايه، لان هنا رقم لهذه الايه، كذلك هنا في قوله تعالى ارايت الذي ينهى راس ايه، عبدا اذا صلى راس ايه، اذا القسم الثاني ما لم يكن راس ايه في مواضع منها في قوله تعالى واتخذوا طبعا ورش هنا يقرا واتخذوا خلافا لحفص الذي يقرا واتخذوا فورش يقرا فيها في الفرشيه هذه بلفظ الخبر لا بلفظ الامر على كل حال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى بالترقيق ويقرا بالتغليظ مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مصلى هكذا ايضا في الايه الثانيه في قوله تعالى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها هكذا يقرا فيها بالوجهين واخر مثال لهذا القسم من الحاله الثانيه في قوله تعالى: وَيَصْلَى سَعِيرًا، يَصْلَى بالترقيق: وَيَصْلَى سَعِيرًا. طبعًا لابد أن نراعي الترقيق في الراء: وَيَصْلَى سَعِيرًا، وَيَصْلَى سَعِيرًا. إذًا هذه الحالات الثلاث التي ورش له فيها الخُلْف، بمعنى له فيها تغليظ اللام، وله فيها ترقيق اللام. أنتقل وإياكم بعد ذلك إلى تطبيقٍ حول هذا هذا الاصل المتعلق باحكام اللامات لورش وناتي على هذه الكلمات نقرا الكلمات الاتيه لورش عن نافع مراعينا مذهبه في اللام قول الله تعالى واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه كيف قراها ورش هنا قراها بالتغليظ قولا واحدا لانطباق الشروط لان اللام مفتوحه وقبلها صاد والصلاة مفتوحة اذا ورش يقرا واقيموا الصلاة هكذا واقيموا الصلاة ايضا المثال الثاني مر معنا قبل قليل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ذا وجه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اذا فيها وجهان كما مر معنا في الحالة الثالثة ناتي الى المثال الثالث في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن. ايضا هنا ورش يقرا اللام بالتغليظ قولا واحدا: والمطلقات يتربصن بانفسهن. هكذا. ناتي الى المثال الذي بعده في قول الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، لاحظ مطلع ينطبق عليها الشرط. بالتغليظ قولا واحدا فيقرا ورش سلام هي حتى مطلع الفجر هكذا مطلع بتغليظ اللام ناتي الى المثال الاخير ومن اظلم ايضا يقرا ورش اللام هنا بالتغليظ قولا واحدا لانها لا تدخل في الحالات الثالثه التي لورش فيها الوجهان فيقرا وما نظلم لاحظ معي لابد هنا ان نراعي النقل وما نظلم من من افترى كذلك التقليل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا هذا ما يتعلق بهذا التطبيق على هذا الاصل لورش رحمه الله تعالى ناتي الى ايضا تطبيق اخر وهو مهم بل ارى انه من اهم التطبيقات التي لا بد ان نكثر منها وهو قراءه سوره من كتاب الله تعالى أو آيات من كتاب الله تعالى نراعي فيها جميع الأصول التي درسناها لورش سواء الأصل اللام أو أصل الراءات أو ما قبلها من الأصول التي درستموها بحمد الله تعالى فنقرأ آه هذه السورة على رواية ورش عن نافع المدني نستمع للقراءة ننتبه إلى الأصول التي خالف ورش فيها حفصا عن, نافع عن عاصم الكوفي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر لاحظ ليله القدر هنا خير فيها ماذا ترقيق الراء ليله القدر خير من الف شهر كذلك النقل فيه من الف تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر ثم سلام هي حتى مطلع حتى مطلع الفجر فإذا نلاحظ حتى نعيد على آيه آيه ونركز على ما يخالف ورش فيه حفصا في هذه السوره بالذات اول الايه طبعا مد منفصل وورش يمده مدا طويلا ست حركات انا انزلناه كذلك هنا عنده مد اخر وما ادراك وهنا ايضا عندنا التقليل اد ادرك ادرك هكذا التقليل لورش في ادرك كذلك هنا كما مر معنا قبل قليل الترقيق في في الراء لانها جاءت بعد يعبد بعد ياء مدية كذلك النقل من الف شهر كذلك ايضا الملائكة مد متصل يمد مدا طويلا الملائكة كذلك كذلك ايضا هنا عندنا اللام في قوله تعالى مطلع، هذا ما يتعلق بهذا التطبيق واؤكد عليكم اخواني الطلاب واخواتي الطالبات ان نعتني بمثل هذا التطبيق وغيره، لكن هذا التطبيق هو الذي يعطي باذن الله تعالى لك ايها الطالب ولك ايتها الطالبه التمكن في اصول روايه ورش عن نافع المدني فباذن الله تعالى يكون الامر سهلا ميسرا، اسال الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته